حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أرحب بك أستاذ سالم وهذه الحلقة المميزة التي يجب أن نبحث فيها موضوع داعش وعوائل داعش وما آلت إليه العملية السياسية التي أبرموها والعمل الذي أقاموا عليه من خلال تداخلهم في دمشق وسوريا الحبيبة وتداخلهم في العراق والعمل على هذه الجدولة. يجب أن يكون العمل قبل هذه الفترة وليست في هذه الفترة، لكون أنه قد ملت على الحكومة السورية وعلى الكاهل الحكومي العراقي موجودات عوائل داعش الذين بحقيقة كان وجودهم ولا زال وجودهم، وإن كان حتى لو كان داعش واحد موجود على الهرم الحكومي من خلال الحدود العراقية أو الحدود السورية فهو يمثل خطر بالحقيقة، تأذى من عنده ولاقى من عنده حتف الشعب السوري والحكومة السورية، وبنفس الوقت أيضا العراق الذي نطق كلمة الحق الذي تخلى وانتصر على داعش في هذه الحنكة التي للأسف الشديد أدت إلى مصائب كبيرة جدا في منطقة الشرق الأوسطية التي عانت ما عانت، وخصوصا أراضينا العربية السورية والعراق من خلال تواجدهم على هذا الأرض. واليوم يجب عليهم أن يعملوا بكثافة قوية جدا بحيث يخرجوهم من بلداننا لكون يملون على كاهننا، بدل ما نكون نلبي طموحات المواطن السوري المحتاج للقوت للأكل للمعيشة للمخيمات، والمواطن العراقي الذي يلاقي على الأقل يكون الالتفات للجانب العربي السوري والجانب العراقي من خلال أنه هذه الأموال التي تصرف كنظام عملي اقتصادي كنظام عملي مجتمعي من خلال منظمات ودول التحالف، حتى نكون واقعيين اليوم شن علاقة بوجود عوائل داعش؟ خليه يرجعون على كل من على ملفه وعلى عائلته وعلى بيته حتى نتخلص من هذا الملف ونلغي الإلغاء نهائيا من خلال تواجده في دمشق وسوريا الحبيبة والأراضي العراقية، لنتخلص من هذه الأزمة التي لاقت حتفها علينا ولقت علينا بحقيقة بمأساة كبيرة جدا لا نستطيع أن نتكلم عنها لأنها فوق كل مكامن الحروف وكل مكامن الكلمات التي يجب أن نتكلمها. نعم دكتور أحمد، يعني استعادة قرغيزستان لأعداد بهذا الحجم، يعني هل ممكن أن تشير إلى تحول في الموقف الدولي من قبل الدول التي لها رعاية في مخيمات العراق وشمال شرق سوريا؟ يعني سابقا كانت هناك مطالبات كثيرة من قبل سواء العراق وكذلك شمال شرق سوريا هذه الدول باستعادة رعاية، ولكن الردود كانت خجولة ومتواضعة. هل يعني ذلك بأن التحول في المواقف قد بدأ بالفعل؟ والله شوف أستاذ سالم، حقيقة الأمر يجب أن تقال. إحنا اليوم كل الدول العالمية والمحيطة بالعراق وسوريا كل يغني على ليلى، لماذا لا يغني الحكومة السورية والحكومة العراقية على ليلى؟ اليوم إحنا نضغط على كل الجوانب الحكومية الدولية التي تختص بهذه الرعاية، تختص بهذه الأمثلة التي يجمعوها بأنها هي مجتمعية، هي ليست بمجتمعية. حقيقة الأمر هؤلاء العوائل ودواعشهم قد قتلوا أبنائنا وأذكلوا نساءنا وأذكلوا الأطفال وأيتموا الأطفال ورملوا النساء، فمن هذا الموضوع يجب علينا وعلى الحكومة السورية والحكومة العراقية أن يمتثل لها كل من يرى نفسه لديه القرار الموحد، لديه القرار القوي، لديه أن يتقبلوا ما تتقبله الحكومة السورية وما تعمل عليه والحكومة العراقية وما تعمل عليه من أجل تسليم هؤلاء الرعاية والخلاص من هذا الموضوع وإغلاق الملف، لأنه هم من اللي بصراحة خلينا نتكلمها على الملأ دون أن يتأخذنا في الحق اللي هو متلائم. اليوم من المتضرر؟ المتضرر الشعب السوري جراء هذا الموضوع، المتضرر الشعب العراقي الذي أعطى شهداء لا يعدون ولا يحصون خلال تواجد داعش في هذه المنطقة الشرق أوسطية التي للأسف الشديد كان العراق وسوريا هم الضحية لهذا الموضوع. فعلى الدول التي ترى بنفسها أنها صاحبة قرار وتقول بأن المجتمعية يجب أن تتكلم كذا وكذا، فخذوهم أنتم بما لديكم وإنقاذ الشعب العربي السوري وإنقاذ الشعب العراقي من هذه الأزمة لكي يعود ملف الأمن والأمان لبلداننا العربية السورية والعراقية من أجل أن نعيش حياتنا بسلام وأمان بعيدا عن هذه التهترات التي لاقينا حتفها من خلال هذا التواجد. وعلى كل الدول التي لديها القرار أن تمتثل لما تريد الحكومة السورية والحكومة العراقية من أجل الانصياع لهذه الأوامر والخلاص من هذا الملف نهائيا إن شاء الله.
نعم، كنت معي من العاصمة العراقية بغداد الدكتور أحمد الحمداني، باحث في الشأن السياسي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.